السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ احنا اليوم في ليوة 2020 الليلة الثانية، وكان من شوي عنا محاضرة التصوير الفلكي، كانت محاضرة شاملة التكنيكس والنظري، المعلومات الأساسية الواحد المفروض يتعلمها عشان خاطر يقدر يفوت بالمجال التصوير الفلكي. حاولت أركز أكثر كمان على الجانب الستوري تيلينج والباشن اللي ورا الأستروفوتوغرافي، لأنه الأستروفوتوغرافي علم جميل جداً وتخصص جميل جداً في التصوير، قصص اللي صارت behind the scenes وكيف اللي تم البروسيسنج فيها. الأمور متشعبة جداً وجميلة جداً، وإن شاء الله المرات الجاي بيصير فيه فرص أكتر وأكتر مثل هيك.